تذكر انت عندك فكره على الملاعبيه ذوما وخدمت برشا مع الملاعبيه ذوما في كوكيل اعمال لاعبين، شنو رايك في السياسه هذه؟ شوف اسلام، هذه السياسه تمنيت عندها مده في تونس، اللي تجي اللاعبين اقل من 20 سنه مش وقت الريكروتمونات، مش وقت اللي تجيبه في جامعه لازم تصحح له، لازم تعمله، لازم على خاطر ما ينجمش يجيك لاعب فوق ال 20 سنه خاطر يعرف الشامبيونان نتاعو. وعلاش يجيبوهم هما الاكثرين؟ تو السياسه هذه راه مش في الترجي برك، نادي الفريق جابت نجم الساحلي تو فما شكون، نادي سفاقس هذيك عندها تقاليد عندها مده في الافريق نتاع لي جون، علاش يجيبوهم؟ راهي لا كونفيرماسيون نتاع جوار عمري ما سمعت، هذوما كي يجيو يعمل تيست ويروح متاكدين منه، لكن ما عندهمش الماتش ويت، ما عندهمش باش يتفرجوا فيه، يشوفوا قدامهم، يشوفوا قدامهم معناتها متاكدين منه، مش باش يبعثوا تسكير طياره ويجيبوا مش لاعب عادي. هو هذا جابوا المدير الفني زياد بن عمار باه يتبعوا عندهم لي كولابوراتور نتاعهم، كيما عندي لي كولابوراتور نتاعي موجودين في كل بلاصه. ساعات يقول لي راه فما واحد عمره 16 نقول له كذا ما تنجمش تعرف فين، نتلزم نمشي نسافر باش نشوف في ماتش معين في بلاصه في غابه، حاسيلو برشا تعب. وكي يجيبوهم توا خاطر مختار ربط حكايتين في حكايه، ربط اللي توا والانتدابات والوسط معبي والترجي عنده استحقاقات، هذوما اللاعبين ما يجيوش توا وما يتحرقوش توا وما يهبطوهمش توا، ينجموا يجيبوا لاعب ينجح يمشيوا يسلفوه النادي في تونس، ينجموا يسلفوه النادي في ليبيا يمشيوا على نار. ونعطيك اكزامبل مايكل رامو، العباد عرفته في راهو جاي لسبيرونس وتسلف للجزائر ورجع عامين يعمل في تيست، عاود رجع تيست لما جاء خالد بن يحيى كي شافك البدن قالوا راهو سي هذا ليست بارتون باش يمشي، قالوا له هذا حاجتي به وقعد وعمل المسيره هذيك. يعني على طول العام راهي الخدمه تجي نتاع الكوره، مش في وقت اللي كونترا وتصويره ونهار التصحاح، راهو الخدمه الصحيحه مش وقت الريكروتمونات. انا نزيدك ما اكثر، انا خدمتي اصعب توا من الوقت اللي يحل السوق، خاطر وقت يحل السوق باش تبدا تحط واحد فيناليست، الخدمه الصحيحه راهو مش وقت باش تقول الو سي مختار اش تحب انت. والصغار هذوما حتى المسؤول كي تتحدث معاه تقول له راه باش نجيب لك طفل اقل من 20 سنه يتشجع اكثر على خاطر اوركوتا يتحط، مش يتكلف شيء، ما يتكلفش اولا ويتحط اوركوتا، ما فماش شراء عقد، حتى شراء عقد تجيب البريزيدون تاعو من حتى تكوين يا ودي، تجيب البريزيدون ب 10000 دولار يهبط لك هو وعائلته واخته وعمته الكل يكركرهم، حتى البريزيدون ماذا بيا يقعد بحذاك. فما بلدان معينه اللي توا معناتها رئيس الجمعيه تلقاه هو الرئيس هو المسؤول هو الكل، ويقول لك حاجه كي نحبوا نحسنوا الكره في تونس، احنا تو انت قلت كلمه باهي الكاليتي اللي عندنا احنا باش تحسنها السعوديه، كيفاش تحسن؟ كي جبت لها لي ميور اللي موجودين في العالم، احنا ما عندناش مدينه تاع السعوديه، ولذا السوق هذا نتكاولوا، كي انت تجيب وتحسن الشامبيون تاعك بالريكروتمونات ما تجيبهم في الكبر، تجيبهم تربح فيهم وماديا وكرويا وتكونهم عندك يولي ولادك تكونهم عندهم، هذه اصح خدمه للنيفو نتاع الشامبيون باش يطلع. ذاكر سامحني به تو كل شيء، ونعرف الترجي يلعب القاب وعنده تو الافكتيف اللي موجود في الترجي موجود برك الله، وجواريات كما نقولوا بسميه بي اليوم الشبان اللي في الترجي ايش قاعده تعمل في البارك؟ لا لا اي لا لا ما خسرتها باش نجاوبك باش نجاوبك مش في المستمع ما يغلطش يا مروان، انت ماكش بتجيب 11 و 12 سنه وماكش بتجيب عندك حق في 5 و 10 راهو، انت كي باش تجيب 19 سنه معناتها سينيور بي يلعب جينيور عمر جينيور، كي يبدا هو بي عمر جينيور يولي اسمه سينيور بي اللي هو ليكيب تو اللي تسمى ليكيب الثاني تاع السينيور سينيور بي، معناتها انت ماكش باش تجيب سته ولا سبعه كيما موجوده في اوروبا ولادنا احنا اللي مولودين غاديك، ولا تمشي تونسي عنده حق في قطر يجيبوا حتى ثمانيه في الميني، معناتها راهو تنجم تقعد تخدم خدمتك على روحك، وكي باش تجيب على 25 لاعب تجيب ثلاثه اجانب باش تخدمهم زاد هذوك ما باش يطلعوا لك النيفو، نقعدوا نكونوا ونطلعوا النيفو بتاع الشامبيونان نتاعنا والفو. وحاجه اخرى كي تجيب ثلاثه تولي كونكورونس، راه مش كيما تجيب تلقى كيما تو الاوروب ساعات تتفرج في تشيلسي تلقى انجليزي واحد على غالب تجاره هذيك ولات، مي احنا نجموا نكونوا وتزيد معاهم لي زيليمون هذوما تنجم راهو تعمل جملاج باهي معناتها للفريق. خلي كمل وين انت فادي بانكورا هذا، هل بطريقه هذه جاي الاتوال لعبت معاه انت كيف الكالي. كيف بانكورا صحيح جاي في العمر وقتها 16 سنه النجم الرياضي الساحلي، وزاد اكتشفوا فوزي البنزرتي
بانغورا وقت جا 16 28 عمره ها؟ عمره 28 وقت اللي جا 16 بانغورا وقت في وقت برك انا جبته لبنزرت وقت مختار معناتها بانغورا كيبدا بجنبي شي بيبدا يطلع له ليه نحكي لك ليه صغير وقت هو في اللي تواز صغير ما وقت تقول 16 العام اي اي كبير العام اكبر منك بالله وقت اللي هو في 16 زاد كيف كيف زاد نجح زاد كيف كيف في فرانكوم وقتها زاد صغير في الليطوال صغير 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 اي يلعب مره مع ولدي في الفيسير وانت موجود وعمل له هكا يا اخي ولدي طيش غادي قلت له يا معلم ايش تعمل قال لي والله ليه سلمت عليه انا احكي لي ملاعبي على تشالا اللي جا للكلوب قال لي صارت له مشكله في الخروج كي راح لبلاده على الجيش ولا حاجه قال لك عادي مشى يتصرف في باسبور من العطار معناه تحب نوريك لا يحط فيه هو الاعمار اللي يحب عليه نحلوه نهار الموضوع نوريك نفس التصويره نفس نمر الباسبور مش نفس العام كي يبدل غادي راهو يقول له حط لي حط له اي اي صحيح ايش بدل الكل في الافريقيا وعنده مشكله في نيجيريا عاود جا تونس كان 10 سنين نعطيك على الجيش اسمع سامحني مره هذه تضحك فما لاعب موجود يعرفوه مسؤولين الكلوب والترج هذا راه نحكي لك 2008 بوه كان القنصل بتاع نيجيريا هون كي يخلي جينوري يخاف ما يطلع السينيور يرجع ويمشي يجيب باسبور واحد اخر والله بالحق والله يلعب مع يعني هو جاي للترج يشد الكلوب حتى اربعه يماركي ثلاث كي نهار اللي الترج عييت منه ولا مشى للكلوب وربح الترج كي شكاو الفيدراسيون قالوا برسمك هذاك المهم يروح يحكي تصوروا منا ومنا يمشي يبدل باسبور بو خنصر في الدار يا عمر باسبور مش برشا زاد يتغشوا ذاكر يظهر لي فما جواريت عندها تبدا عامله سي دي كوم كوا هما معناتها مضروبين مضروبين فما عباد يتغشوا فما شكون اللي يفهم فينا زاد في يتكلموا بالعربيه لازم راهو مش بلدان الكل المالي مريقلي نقول لك شكون غانا نيجيريا تنجم تقول كوت ديفوار شوي اما غينيا والمال والسنغال وكلهم راهم منظمين الاعمار الاخرين يمشي على موتور وزوز اخوه الموتور يقولوا انا 2001 والاخر 2001